أستاذة زهرة الربيع بتقولي المسيح لا يعلم الساعة والآب وحده يعلم الساعة، كيف والآب والابن واحد في الجوهر ولو كان هناك تمييز اقنومي؟ أم آب له سلطان يعلن عن الساعة والابن لا؟ هذا يعني عد وجود إلهين فين؟ تحضرتك حتى أجبت على السؤال إن أنت قلتي السلطان يعلن عن الساعة وده تمييز اقنومي، يعني الآب خالق بالابن في الروح القدس، ده عمل الإله الخالق. لكن لما يجي في التمييز الأقنومي، الآب بيخلق، الابن بيصمم، الروح القدس يعطي حياة، هل ده معناه ثلاث آلهة؟ لا، إله واحد خالق. فلو من ناحية اللاهوت إله واحد هو اللي يعلن، لكن من ناحية التمييز الأقنومي الآب هو اللي يعلن والابن هو اللي يوضح العلامات والروح القدس هو اللي يرشد. عشان كده المسيح لما قال هذا الأمر نصا بعدها أعطى العلامات تفصيلية، فده تمييز أقنومي وليس تعدد آلهة. حضرتك بتكملي وتقولي سمعت ليك مرجع يقول أن معرفة الساعة باليوناني إيد والتي عكسها كتمان وليس جهل، فلماذا لم تترجم إلا أما تلك الساعة فلا يدركها أو يخبر بها أحد؟ طيب حضرتك شفت الأمثلة اللي أنا قدمتها وشفت المراجع اللي قدمتها وقدمت بعض المراجع لهذا بعض التراجم، فليه حضرتك مصطدت الترجمة اللي بتقول يعلم وسبت بقية الترجمات اللي وضحت أن المقصود بها إخبار؟ حضرتك بتكلمي كلمة إيدو تعني المعرفة وإدراك وإعلان وعكسها كتمان، كلمة غنوسيس تعني المعرفة وعكسها جهل. ليه ما يكونش المسيح قصد المعرفة اللي عكسها جهل؟ ليه؟ لأن ما قالش كلمة غنوسيس، ده لسه حضرتك قايلة إن أنا لما شرحت في الملف قلت إيدو، إيدو التي تعني المعرفة الإعلانية واللي عكسها كتمان. المسيح لو كان قال في اللفظ اليوناني غنوسيس كنا هنقول اللي معناها الجهل، لكن المسيح قال إيدو اللي معناها إن هو مش هيعلن، الكتمان كما ادعيت. طيب واضح من اسلوب حضرتك الهجومي، لكن ارجو ان انا اكون وضحت لك. ارجو الاجابه على سؤالي ولا تقول لي ناسوت لا يعرف ولا هوت يعرف. انا ما قلتش ناسوت لا يعرف ولا هوت يعرف، ليه حضرتك بتقوليني ما قلتهوش؟ وليه الاخوه الاحباء المسلمين دايما يحاولوا يحطوا الكلمات على كتابنا على لساننا وكمان يحطوا لنا حدود؟ لا تقولي كذا ما تقوليش كذا. السؤال اللي بيسأل باحترام بياخد إجابته، مش من حقك تتحكم في اللي حيجاوبك ويقولك إيه. رغم أني أنا لم أتكلم على الناسوت واللاهوت هنا، أنا أتكلم على التمييز الأقنومي لحضرتك. قريت الملف وعارف الإجابة كويس، لأن النص واضح بيتكلم على الأقانيم الثلاثة في الجوهر وبيستثنى المعرفة من الآب الابن إلا الآب. لا، ما بيستثناش المعرفة. وحضرتك كده بدأتي أختي العزيزة أو أخويا العزيز، لأن أنا يا إما حد ملقنك أختي العزيزة يا إما ابتديت أعرف أو غالبا بدأت يعني أتوقع، قد أكون مخطئ، من المتكلم مش من المتكلمة، لكن anyway لأن التعبيرات دي اتقالت لي بالظبط من نفس الأشخاص قبل كده نصا وجاوبتهم، فبدأنا التلاعب بالألفاظ اللي متعود عليه منهم. فين الاستثناء؟ فين؟ وهنا مرة تانية بنتكلم على الإعلان وليس الجهل. لكن الإشكالية أختي العزيزة، طالما حضرتك سمعتي الملف بالكامل وطالما فهمتي معنى كلمة ايدو وصلت لهذا الامر، يعني شفت الاجابة كاملة اللي شرحت فيها معنى الساعة اللي فوق ادراك الانسان ومعنى اليوم اللي فوق ادراك الانسان، وايضا سياق الكلام اللي الجه السؤال مركب. الناس اللي عايزة تعرف الموضوع ده تقدر ترجع الى ملف معرفة وهتلاقي كلمة معرفة الساعة، كيف الإله لا يعرف الساعة، اللي أجبت على الموضوع ده تفصيلا وشرحته لغويا وقدمت أدلة قاطعة على أنا بقوله واستقياس استخدامات الكلمة وغيره، وأيضا شرحت النقاط اللي تكلم فيها التلاميذ إنهم من إزاي ضموا ثلاث حاجات مختلفة في حاجة واحدة وهكذا. ده باختصار شديد للي عايز، هذه الإجابة واللي هي خدت الأخت العزيزة أجزاء منها، ولكن بدأنا تغيير لبعض الألفاظ اللي أنا قلتها. لكن في حاجة تانية أكملها لحضرتك ضيفتنا العزيزة حضرتك بتسألي،
في حاجة تانية تقدري حضرتك ترجعي لها، وهي مراسم الزواج اليهودي. ايه اللي انا بقوله ده؟ اسف، اليهودي. بص اختي العزيزة او ضيفتنا العزيزة، في مراسم الزواج اليهودي هتفهمي اكتر موضوع معرفة الساعة. وليه يوضح لك كمان؟ هو التلاميذ ما قالوش انت الله الظاهر في الجسد، انت هو المسيح ابن الله الحي، زي ما قال له بطرس. ما جاش ليه هنا يقول له حشاك يا رب، ازاي انت ربنا وانت ما تعرفش الساعة؟ القصة باختصار شديد، لان اليهود ما عندهمش اشكالية في هذا الامر، وده يناسب كل اللي انا قلت لحضرتك بمعنى عدم اعلان، مش معناها جهل، وهكذا ايدو ونسيس وهكذا. لانه في مراسم الجواز اليهودي العريس الابن، زي ما استخدم الكتاب المقدس ان المسيح عريس والكنيسة عروسه، بيكون عارف معاد امتى هيجي ياخد عروسته. لكن لما تسأله بعد ما يتمموا الكتبين اللي هي اخدها الاسلام كتب الكتاب، بتسأله امتى هتيجي تاخدني، ما يرضاش يقول لها، لكن يبتدي يديها علامات تدريجية لغاية ما يقربها لها في حدود 15 يوم، لكن ما يقولهاش اليوم بالظبط. عشان كده حتى في موضوع المصابيح المضاءة بيكون لازم يكون عندهم زيت يكفي 15 يوم. anyway، في مرة من المرات هتكلم فيها. فالعريس يدي لعروسه علامات هيجي امتى، لكن ما يقدرش يديها الميعاد. هو بيكون عارف الميعاد، بناء عليه يقدر يحدد لها علامات. ليه؟ لأنه أبو العريس اليهودي هو اللي احتراما لمكانته، هو اللي يقول دلوقتي تروح تجيب عروستك، رغم ان الاب والابن يكونوا متفقين. الاب والعريس عارفين الساعة كويس وعارفين بالظبط، لكن الاب لازم يروح يشوف منزل الزوجية ويطمئن ان كل حاجة تمام، ويقول للعريس يلا روح هات عروستك. فالعريس بيكون عارف الميعاد، متفق مع الاب ومشيئة واحدة وإرادة واحدة وكل شيء، لكن الآب هو اللي يروح يبص على منزل الزوجية ويقول خلاص بقي مناسب، يلا روح هات عروستك، فيروح يجيبها في الميعاد اللي هم عارفينه، ولكن لازم تطلع من بقه يقول له يلا روح هات عروستك. ده باختصار شديد جدا، واللي يدرس الخلفية اليهودية يفهم الحاجات دي كلها، ويعرف القصة أبعادها الرائعة، ويفهم ليه حتى التلاميذ لم يعترضوا في هذا التوقيت. فأستاذة زهرة الربيع، أرجو حضرتك أنه ما تقولنيش كلام ما قلتهوش، أيضا أرجو أن حضرتك ما تقوليش قولي كذا وما تقوليش كذا، وأرجو أن حضرتك ما تضعيش تعبيرات غير صحيحة زي استثناء وزي